والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك في حلف المطيبين هذا لأنه كان قبل أن يولد، وإنما شارك في حلف الفضول. قد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. حمر النعم هي الخيل الأصيلة، حمراء أقرب إلى اللون الأحمر، والعرب تكني عن حمر النعم بأفضل الأموال وأعلاها. أي كأنه يقول بأنني لو خيرت بين حمر النعم، بين أفضل الثروات التي يتصورها الإنسان حينها، وبين أن أشهد هذا الحلف، يقول لا، اخترت هذا الحلف، مع أنه صلى الله عليه وسلم لن ينال من حلف الفضول شيئا ماليا وشيئا ماديا، إلا أنه تتميما لهذا الأمر تحدث بهذا الحلف بعد الإسلام، بعد نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. لأنه بعد إسلام، بعد أن من الله تعالى عليه بالبعثة، لو دعي إلى هذا الحلف لأجاب،